احنا في اجواء شهر اكتوبر، وحسب معلوماتنا انه اسامه وانور عكاشه بحسه الوطني الفياض كان عنده حلم له علاقه باكتوبر، بانتصار اكتوبر. والله عارفه انا حاسه بيا بس انا جايه بفكر في كده، احنا في شهر اكتوبر، وبابا كان عنده حلم ابواب الفجر، فيلم اكتوبر اللي كان بدا فيه فعلا كان بالنسبه له حاجه قويه جدا، وطبعا يعني وقتها هو ده مشروع يعني ده مكتوب. دي المعالجه المقدمه بتاعه الفيلم، كان فيلم سينمائي هيتكلم هيجسد حرب اكتوبر. في كمان اعتقد يعني في مشاهد بقى، ده الكفر بخط ايده ابواب الكلام ده اول مره يطلع. انا مطلعاه معاكم وليكي، اول مره الكلام ده يطلع، ابواب الفجر سيناريو للسينما، أسامة أنور عكاشة. فأنت الحياة، ولا حياة إلا بك يا مصر. مصطفى كامل. إحنا ما لقيناه كأننا لقينا كنز. لقيتوه إمتى ده؟ يعني آخر في مرة كان من 3 سنين ولا حاجة بندور. أيوه. لقينا، إحنا كنا عارفين إنه شايل ورق بس كناش نعرف إنه كاتب مشاهد بالفعل. لقينا ورق كمان يعني خطة كاملة للعمل. لقينا المعالجة وخطة السيناريو، وبنبص لقينا 24 مشهد مكتوبين من الفيلم ده، يعني هو كأنه أوتلاين أو خريطة عامة للفيلم. يعني المهمة ممكن، مش عايز أقول بسهولة، إنما من الممكن استكمال ما بدأ أسامة أنور عكاشة. هو حاطط حتى الأساس في المعالجة والخطة بشكل واسع طبعا، وكان اجتمع ايامها مع الشؤون المعنويه اجتماعات كبيره جدا كتير جدا، وحطوا خطه كامله. سؤال افتراضي للاذاعيه الشهيره نسرين اسامه انور عكاشه، اولا نصر اكتوبر مش حاجه مرتبطه بزمن ولا بوقت، لو النهارده او بكره طرق باب اسره اسامه انور عكاشه طارق وقال احنا عايزين ننتج الفيلم ده، احنا عايزين نكمل الرؤيه دي، عايزينها تبقى أساس لعمل ضخم نعمله، إحنا هنعمل اللي هو يعني قررنا إن إحنا نبادر بالأفضل كمان. لما لقيت إن أنا جاية هنا مع أستاذة منى الشاذلي في معكم في شهر أكتوبر، وأنا عارفة تقدير والدي إزاي هنا، قررنا إن إحنا اتفقنا مع بعض إنه من قبل ما حد يفكر أصلا العمل موجود 24 مشهد بالمعالجة بالخطة، بنهديها من روح أسامة أنور عكاشة الشؤون المعنوية وللبلد. أكيد هم ده أقل حاجة فكرنا فيها، إحنا مش عايزين حتى المنتج يطرق الباب، إحنا عايزين ندي ده لأصحابهم اللي عايزين يستفيدوا، عايزين يقدموا حاجة تتكلم عن الحرب المجيدة دي وعن الانتصار ده من روح بابا. تأكيد هو هيبقى فرحان إن هو بيدي حاجة لأنه كان عايز يعمل حاجة للبلد بده. فأنا واثقة دي بادرة طيبة جدا وعظيمة، وأتمنى أنه يتم تلقفها، لأني أنا متأكدة أنه أي رؤية هيعملها أسامة أنور عكاشة هيبقى فيها من النضج والجمال والبهاء اللي يخليه عمل عظيم زي أعماله العظيمة. أنا يعني مقدرة كلامك قوي وعايزاكي، يعني الموضوع كان ليكي في برنامجك، لو ده هيفيدهم أرجوكي. أنا عارفة كنت بتحبي بابا قد إيه، احنا بنقول اهو من عند استاذه منى الشاذلي العمل ده 24 مشهد معالجه اتعمل فيهم شغل حرام يستفيدوا بيه، مهدى من اسامه انور عكاشه اللي ما قدرش يعمله في حياته.